السلام عليكم. النهاردة هنشتغل جيليه لطيف قوي. هنشتغل بخيط قطن، ده قطن مصري، هو رفيع شوية، فأنا هشتغله على دابل، هجوزه يعني، وهستخدم إبرة مقاسة 1.5 معدن. يلا نشوفه عامل ازاي. هو سهل قوي ولطيف، ممكن يتلبس على شميز أو يتلبس على أي بودي، ممكن يكون منقوش يعني من ناحية الصدر. وطريقته سهلة جدا، ان شاء الله تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك. اول حاجة هنشتغل الوحدة اللي تحت، هنشتغلها على دايرة سحرية. بناخد لفتين على صباعنا كده، وبندخل الابرة جوه الحلقة، وبناخد الخيط ونطلع ونعمل غرزة سلسلة، وبعد كده بنشتغل على الحلقة ديت ومعانا الخيط دوت، وفي الاخر بنشد ونضيق الحلقة. هنشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، كارتفاع وكأول عمود، وهنعمل غرزة لان بعد كل عمود هيبقى فيه غرزة سلسلة. ده يعتبر اول عمود، وعايزين كمان 11 عشان هما 12 عمود. عمود بلفة كمان، وبعدي غرزة سلسلة، 3، وبعدي غرزة سلسلة، 4، وغرزة سلسلة، 5، كده بقى 12 عمود. هنعمل اخر غرزة سلسلة، وهنقفل في تالت غرزة، مش في الغرزة الاخيرة، في تالت غرزة من غرزة السلسلة. 1 2 3، 1 2 3 ديت، بغرزة منزلقة. دلوقتي هنشد الخيط دوت عشان نخلي الحلقة اللي في النص ديت تبقى ضيقة على قد العواميد كده. اتقفلت، هنطلع نعمل السطر التاني. هنعمل برضو 3 غرز سلسلة، وهنعتبرهم اول عمود، وهنشتغل في كل فراغ من دولت بين العواميد 3 غرز. اول فراغ هنشتغل فيه 2 لانه ده يعتبر اول واحد كده، 2 اهم، 3، وهشتغل في كل فراغ بعد كده 3 عمود بلفة. كده في بعد كده كده خلصت العواميد في السطر التاني، وهقفل السطر في تالت غرزة، وهشتغل السطر اللي بعد كده. السطر اللي بعد كده هنشتغل عمود 2 سلسال لعمود، وهنسيب تحت غرزة سلسال واحدة بس، او غرزة واحدة، هنعتبر ده اول عمود، وهنعمل غرزة سلسال، 2 غرزة سلسال كمان، لان بعد كل عمود هيبقى فيه غرزتين سلسال، وهسيب تحت غرزة واحدة. هشتغل هنا العمود التاني، ده الشكل، غرزتين سلسال، 1 2، وهسيب من تحت غرزة واحدة. كده اخر عمود، فاضل غرزة واحدة اهي، هنشتغل 1 2 سلسال، وهنقفل في تالت غرزة، وفي بعديها غرزتين، يعني ممكن نسيب غرزتين من هنا ونقفل في الغرزة ديت هي التالتة. لو
لو صعب علينا نحدد انهو الغرزة التالتة وكده، بعد ما نشتغل التلات غرز نحط علامة في اخر غرزة وبعد كده نشتغل اللي بعد كده. ده شكل الوحدة، لسه فاضل فيها سطر هنشتغله في كل فراغ من دولت 4 عمود بلفة، وده يعتبر اول عمود، فهنشتغل في اول فراغ 3 بس. دي 1 2 3. واحد اتنين تلاتة أربعة. في كل فراغ هنشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4. خلصنا اخر واحدة، هقفل السطر في الغرزة التالتة بغرزة منزلقة وكده خلاص خلصت الوحدة. هقفلها. دلوقتي هنعرف ازاي نثبت الوحدات في بعض. انا هعمل واحدة تانية. اول واحدة بنثبتها بنثبتها في اي مكان. ايه السبب؟ ان احنا لازم لما نيجي نثبت الوحدات يبقى كلهم على خط مستقيم واحد. بما ان مفيش اي واحدة متثبتة في الوحدة الاولانية فنثبت في اي مكان مش هيفرق. لما يبقوا كذا واحدة لازم نعد الوحدات فوق وتحت عشان نعرف هنثبت في انهو مكان بالظبط. احنا بنثبت في وحدتين. يعني ايه واحدة؟ يعني 8 غرز اللي هم 4 و4، دي واحدة لوحدها احنا، فهنثبت في وحدتين 2. هوريكوا ازاي دلوقتي. مبدئيا بنثبت من ناحية الظهر كده، ده ظهر الشغل وده ظهر الشغل. هنقص الفتلة ديت نحدد مكان اللي هو ايه بداية الـ4 غرز. هنا بداية 4 غرز وهنا بداية 4 غرز. هنعمل ايه؟ هندخل، طبعا احنا عارفين ان نهاية السطر بيبقى فيه حاجة تشبه السلسلة كده، هنشتغل على جنب واحد بس منها. هنشتغل على الجنب اللي ناحية الظهر اهو. هنشتغل هناخد الطرف اللي ناحية الظهر مع الطرف اللي ناحية الظهر هناك، يعني الطرفين اللي ناحية بره، بره من هنا وبره من هنا، وهنسيب الطرفين اللي جوه. وهاخد الخيط وهطلع هدخل في الوحدة اللي بعد كده، هاخد الطرف اللي بره من هنا والطرف اللي بره من هنا، وهاخد الخيط وهطلع من دي كمان كده لحد ما اشتغل 8 غرز. الشكل ده كده فاضل غرزتين. خلصت وهقفل الشغل. هثبت الخيط دوت عشان اقصه. هثبته ازاي؟ عايز اوريكم بس التقفيل عامل ازاي. من هنا لما قفلنا من ناحية الظهر على الطرف اللي ناحية الظهر بس،
بانت الدايره كامله، لان بان لها طرف من هنا ودي بان لها طرف من هنا والخياطه مش باينه. لو احنا خيطنا في الطرف دوت، اللي هيحصل ان الدايره هتبان انها متاخد منها حته من هنا مش باينه، لكن كده شكلهم كانهم ملزوقين في بعض مش متخيطين. دلوقتي هاجي في الجنب كده واخد فتله رفيعه واسحب في قلبيها الخيط، كده انا قفلته. هقص الفتله الفاضله كده، قفلت اول وحدتين، اشتغلت الوحدات كلها. عايزه اوريكم بس ازاي هثبت في وحده متثبت فيها. عندي واحده اهي اشتغلتها اخر واحده، وهثبتها في واحده انا مثبته فيها. لازم اظبطها في النص بالظبط عشان يطلعوا كلهم على خط مستقيم واحد، لان لو ثبتها من غير عدد ممكن تطلع هنا او تطلع هنا، تفرق. لو فرقت غرزتين هتلاقيها في الاخر الشغل مش كله طالع على خط مستقيم واحد. هنعمل ايه؟ هعد من فوق 7 غرز، 1 2 3 4 5 6 7. بالمناسبة من فوق او من تحت برضو، بعد ما اخلص تثبيت اللي هيفضلوا تحت لازم يبقوا 7 برضو. 1 2 3 4 5 6 7 وحدات، وهبدأ اثبت في الوحدة التامنة اللي هي دي. دي اول غرزة فيها، انا حاطة ايدي اهو وهقلب الشغل كده عليها عشان يبقى الظهر هو اللي بره من هنا والظهر هو اللي بره من هنا بالشكل ده. هاخد طرف الخيط اللي بره مع الطرف اللي بره من الناحية التانية من الوحدة التانية، وهقفل الطرف اللي بره من هنا من الوحدة دي برضو الطرف اللي بره، وهقفل زي ما قفلنا الوحدة اللي فاتت بالظبط. بس الفرق ان احنا بنعد عشان نوصل للتثبيت في النص بالظبط. في السطر خلاص، وهثبت الفتلة دي زي ما ثبت الفتلة في الوحدة اللي فاتت. دلوقتي هنشرح ازاي هنشتغل على الوحدات اللي احنا عملناها. هنجيب الخيط، طبعا هنشتغل وهو على وش الوحدات، يعني لازم نكون متأكدين ان ده الوش. هنشتغل اول سطر، هنلف الوحدات كلها بالسطر لحد ما نوصل لنفس نقطة البداية تاني، عشان بعد كده هنشتغل على السطر دوت فوق وتحت. هنبدأ ازاي؟ اول حاجة هنعد من فوق 6 وحدات، 1 2 3 4 5 6. فأول غرزة من الوحدة السادسة هدخل الإبرة وهسحب الخيط، بالشكل ده كده. هعمل 4 غرز سلسال كارتفاع، وخمس غرز سلسال، كسلسال هيبقى بين العواميد. هنعمل ايه؟ مبدئيا هشتغل اول غرزة ديت والخيط اللي ورا ده معايا. هعمل عمود بلفتين في نفس الغرزة، تمام، وهحط هشتغل على الخيط عشان اقفل عليه يعني بالشكل ده. عمود بلفتين، تمام. تاني حاجة هعملها، هشتغل بعد كده 5 غرز سلسال. فرق بين كل عمود وعمود هشتغله
الوحدة التانية في آخر غرزة هشتغل عمود بلفة. خمس غرز سلسل كمان، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هشتغل في نهاية الوحدة برضو اللي بعد كده نص عمود، خمس غرز سلسال، نص عمود كمان في نهاية الوحدة اللي بعد كده. احنا اتفقنا ان الوحدة هي الاربع غرز اللي هما مشغولين في فراغ واحد. معملتوش نص عمود، اسفة. خمس غرز سلسال كمان، اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهشتغل عمود بلفة في نهاية الوحدة اللي بعد كده. خمس غرز، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. من الخطوة ديت هيبدأ يكرر كل ده لحد نهاية السطر. اللي هي ايه الخطوة؟ الوحدة اللي بعد كده هنشتغل عمود بلفتين بس مش هقفله للآخر، يعني مش هنهي العمود بقى خلاص، لأ هشتغل عمود بلفتين في الوحدة اللي قصادها الناحية التانية اللي هو كان فاضل وحدة أصلا واوصل للتقفيل. هسيب برضو وحدة وهشتغل في أول غرزة في الوحدة اللي بعد كده عمود بلفتين ومش هنهي العمود، وهشتغل هنهيهم الاتنين مع بعض نفس النهاية. بعد كده هشتغل خمسة سلسال زي ما اتفقنا من الخطوة دي لحد نهاية الوحدة. هنبدأ نكرر كل الوحدات اللي بعد كده. في نهاية الوحدة اللي بعد كده هشتغل عمود بلفة، اتنين تلاتة أربعة خمسة، نص عمود، خمسة سلسال، نص عمود، خمسة سلسال، عمود بلفة. وبعد كده العمودين بلفتين اللي بيتقفلوا نفس النهاية، بس الأول خمسة سلسال. ما خدتش لفتين، أول لفتين. مش هنهي وهشتغل الناحية التانية العمود التاني وهقفلهم بنفس القفل، وهكرر نفس الشيء دوت لباقي السطر كله. اخر حاجة اشتغلتها هي العمود بلفة. هعمل خمس غرز سلسلة وفي نهاية الوحدة اللي بعد كده هشتغل عمودين بلفتين بينهم خمس غرز سلسلة. هخلص العمود للآخر كده واشتغل خمس غرز سلسلة، تلاتة أربعة خمسة. وفي نفس الغرزة هشتغل عمود بلفتين مرة تانية. بعد كده هشتغل خمس غرز سلسلة عمود بلفة في نهاية الغرزة اللي بعد سوري نهاية الوحدة اللي بعد كده. كمان خمس غرز سلسلة نص عمود نص عمود في نهاية الوحدة اللي بعد كده، خمس غرز سلسلة عمود في نهاية الوحدة
عمود بلفه في نهايه الوحده اللي بعد كده، بعد كده خمسه سلسله والعمودين اللي في نفس الغرزه، دول اربعه خمسه ولفتين. وهنا هشتغل، يعني مش عايزين نشغل بالنا قوي، احنا بنشتغل في نهايه الغرزه، قصدي في اخر غرزه في الوحده او في اول غرزه في الوحده اللي بعديها، يعني مش هتفرق كتير. يعني غرزه واحده للجنب مش هتبان في الشكل، المهم المجمل هيكون عامل ازاي. اربعه خمسه هشتغل عمود بلفتين اللي في نفس الغرزه، وبعد كده هكرر نفس اللي انا عملته. هي الناحية التانية خمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، عمود بلفة، وبعد كده اتنين نص عمود، وبعد كده عمود بلفة، وبعد كده العمود بلفتين اللي مش منتهي لاخره، والعمود بلفتين الناحية التانية، وبيتقفل قفلة واحدة، ونكرر نفس الشيء مرة تانية لحد نهاية السطر. خمسة عمود بلفة، تلاتة أربعة خمسة، والعمود بلفتين، عمود بلفتين الناحية التانية، ويتقفلوا قفلة واحدة. ده الشكل. هكمل السطر لحد آخره، لحد ما أوصل لبداية السطر تاني، وهرجع لكم تاني. فاضل العمود بلفتين، العمودين بلفتين اللي بينهم خمس غرز سلسلة، هشتغلهم هنا اهو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمسة سلسلة، عمود بلفة هنا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، نص عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، عمود بلفة، اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهقفل هنا في الغرزة الرابعة. واحد اتنين تلاتة في الغرزة الرابعة اهو، ده الشكل النهائي. دلوقتي هنشتغل على السلسلة اللي احنا عملناه ده، بس هتحرك الخمس غرز دول غرزة منزلقة لحد ما اوصل للعمود دوت.
بالشكل ده، هعمل 3 غرز ارتفاع وهشتغل بعد كده في كل فراغ من دولت 3 غرز سلسلة، 3 غرز عمود بلف، لفة واحدة مشتغلتش في دي، انا اشتغلت في اول واحدة بعد العمودين بلفة، 2 3 هكمل بنفس الشكل ده كده في كل فراغ هعمل 3 عمود بلف. لحد نهاية السطر خلصت السطر كده، ودلوقتي هعمل السطر اللي بعده. انا كده بشتغل في الجزء اللي فوق مش الجزء اللي تحت اللي فيه الشراشيب، فهكمل الجزء ده كله في الاخر، هنشتغل في الجزء اللي تحت ونعمل الشراشيب. هنعمل 3 غرز سلسلة ارتفاع، هنقلب الشغل، هشتغل في اول غرزة 2 1 2 في نفس الغرزة، وبعد كده هعمل غرزة سلسلة وهشتغل في أول غرزة من ال3 غرز اللي مشغولين مع بعض في نفس الفراغ، عمودين في نفس الغرزة وبعد كده غرزة سلسلة، ادي 1 2 بعد كده غرزة سلسلة في أول عمود من 3 عمودين في نفس الغرزة، وغرزة سلسلة واحدة بالشكل ده لحد نهاية السطر. هفضل اشتغل عمودين في اول عمود واعمل بعديهم غرزة سلسلة واحدة لحد اخر السطر. وصلت لنهاية السطر، اشتغلت العمودين في اول غرزة وهشتغل غرزة سلسلة. هقفل السطر، هشتغل في 3 غرزة من غرز الارتفاع بتاعت السطر اللي فات، هشتغل عمود بلفة وهطلع عشان السطر الجديد اعمل 3 غرزة سلسلة ارتفاع، هقلب الشغل وهشتغل السطر ده كله هشتغله عمود غرزة سلسلة عمود، هعمل ده يعتبر عمود فهعمل غرزة سلسلة كمان، وبعد كده هشتغل طبعا هسيب عمود من تحت مكان غرزة السلسلة، هشتغل في اول غرزة هنا عمود وهعمل غرزة سلسلة وهسيب دي وهشتغل هنا عمود وهعمل غرزة سلسلة، هسيب واحدة واشتغل في التانية عمود، يعني زي ما بعمل غرزة سلسلة فوق لازم اسيب لها تحت غرزة تحت عشان العدد يفضل هو هو العدد فوق، لازم يفضل هو هو وإلا الشغل هيطلع على ضيق. ده شكل السطر، هكمله كله للآخر بنفس الشكل. لاحظت يعني ان هي بتتكرر ازاي، مرة فوق اول عمود عمود غرزة سلسلة، ومرة فوق السلسلة، ومرة فوق التاني عمود. مرة فوق أول عمود فوق السلسلة فوق تاني عمود.
أول عمود. فوق السلسلة. فوق تاني عمود. كده مش هنتلخبط يعني. ونفتكر ان احنا نعمل بعد كل عمود غرزة سلسلة. فوق أول عمود. فوق السلسلة. فوق تاني عمود. أول عمود فوق السلسلة. فوق تاني عمود. ما عملتش غرزة سلسلة بين العمودين. كده دي آخر غرزة. السطر اللي جاي هيبقى كله غرزة حشو. هعمل لها ارتفاع غرزة سلسلة واحدة. هلف الشغل وهشتغل في كل الغرز غرزة حشو. طبعا غرزة الارتفاع ديت هي مكان اول عمود. هنشتغل اول حاجة على طول فوق السلسلة. لحد اخر غرزة. كده فاضل اربع غرز. ادي واحد اتنين وهنشتغل كمان فوق التلاتة سلسال غرزة حشو. دلوقتي هنعمل السطر الجديد. هنشتغل في الغرزة الأولانية من الظهر كده. غرزة حشو من غير أي غرز ارتفاع ولا أي حاجة. وهنعمل 21 غرزة سلسلة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين 21 غرزة. هسيب غرزة واحدة وهشتغل في الغرزة التانية غرزة حشو. وهشتغل 21 كمان غرزة سلسلة. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين 21. هسيب غرزة وهشتغل في الغرزة اللي بعد كده غرزة حشو. وهكرر نفس الخطوة لحد اخر السطر. تلاتة اربعة. واحد وعشرين. اسيب غرزة واثبت في الغرزة اللي بعد كده بغرزة حشو. ده الشكل معانا. لازم في الاخر يطلعوا كلهم طول واحد. لو مطلعوش طول واحد لما سويناهم مع بعض كده يبقى اكيد في مشكلة في العدد. هخلص السطر لحد الاخر. باقي اخر واحدة بس. هعمل 21 غرزة. دلوقتي هعمل 10 بس سلسال للسطر الجديد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة
سبعة تمانية تسعة عشرة. هعمل غرزة كمان بين العمود والعمود، وهدخل في نص في أول حلقة وهعمل غرزة حشو، غرزة سلسال، وفي الحلقة اللي بعديها غرزة حشو، غرزة سلسال، وفي الحلقة اللي بعديها غرزة حشو، غرزة سلسال، غرزة حشو، غرزة سلسال. ده الشكل اللي بيديهولنا في الآخر الشغل. ما ننساش غرزة السلسال اللي بين كل غرزة وغرزة. كده السطر خلص، هنشتغل السطر اللي بعده وكله حشو. هنعمل الأول غرزة سلسلة ارتفاع بالشكل ده، وهنشتغل السطر كله حشو. عايزين ناخد بالنا بس من مكان غرزة الحشو، انه هنشتغل مرة في غرزة الحشو ومرة في السلسال اللي بنشتغله بعديها. في السطر اللي فات كنا بنشتغل مرة غرزة حشو ومرة سلسال، فما ننساش نعمل غرزة في السلسال وغرزة في غرزة الحشو. لو فرقنا كده هنعرف، يعني ده السلسال اهو ودي غرزة الحشو. اخر غرزتين حشو في السطر. هنشتغل غرزة فوق السلسال. ده شكل السطر الحشو بعد ما خلص. الحاجات ديت والسلسال ده هيتفرد لما البودي يتغسل، وهتبقى اوضح.